أهلا بكم مشاهدينا في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، تقرير نهائي ما زال يطرق أبواب التصويت لإطلاقه بشأن مشروع الموازنة العامة بعد مد وجزر طرأ عليها طوال هذه المدة. يتواصل من قبل اللجان المختصة باجتماعات مستفيضة ومليئة بالشد والجذب لتقليل فجوة العجز المالي فيها، وفي الوقت الذي تنتظر الموازنة الكثير من المشاريع الخدمية والاستراتيجية المتوقفة. وبالمقابل أنهت اللجان المختصة أشواط بوضع اللمسات الأخيرة التي تنقل الموازنة من محطة الانتظار إلى محطة التصويت والإقرار بعد طول ترقب وانتظار. فالعد التنازلي بدأ ليصل إلى موعد إقرار الموازنة التي رجحت بعض المصادر أن تتراوح بين الأيام المقبلة. أما في ملف حصادنا الثاني مشاهدينا، فما تزال مؤشرات الجفاف آخذة بالتصاعد بعد اتساع دائرة الخطر الذي يشكله التناقص المستمر في الإيرادات المائية الواردة من خارج الحدود وما تشكله من تهديد حقيقي للحياة في العراق. وبرغم أن الأخير استضاف قبل أيام من الآن مؤتمر دولي لتهيئة أرضية لاتفاقات تقاسم حصص المياه والتقليل من التغيرات المناخية عبر خلق منصة أو منصة تعاون دولية، إلا أن مخرجات توصياته كما يبدو ما تزال خارج سطور التنفيذ، وهو ما يعني تعميق الجراح في شرايين بلاد الرافدين. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. تعمل اللجنة المالية النيابية على تفكيك بنود الموازنة الثلاثية وإنجازها خلال وقت قياسي، لما لها من أهمية كبيرة تسهم في إنجاز المشاريع الخدمية وإنهاء التلكؤ في بعضها. بالمقابل هناك من يصرح بوجود مصالح شخصية لتأخيرها، خصوصا بعد ترجيحات إقالة رئيس مجلس النواب عقب تمرير هذه الموازنة. فلنتابع تقرير الزميلة نهى الشمري. تعقيدات وعراقيل حالت دون إقرار الموازنة طوال هذه المدة التي يترقب بها المواطن إطلاق صافرات إنهاء أشواط المراوحة بين التعديلات والاستحقاقات. عامان البلد يقتات دون موازنة تسد احتياجاته، لكن اليوم الموازنة الثلاثية تتصدر الأحداث السياسية وعلى طاولة المناقشة لمجلس النواب، لما لها من آثار تنقل الواقع الاقتصادي للبلد من حال إلى آخر، خصوصا في ظل المخصصات المالية للمشاريع المتلكئة والمتوقفة. فانتظار ختم المصادقة من قبل أعضاء مجلس النواب أمر ما زال قائما، خصوصا وأن المصادر داخل البيت التشريعي ترجح عرض الموازنة خلال الأيام المقبلة للتصويت عليها، لتكون محطة انتقالية بعد جملة محاولات لتغييرات أساسية طرأت عليها حيث وصلت إلى التوافق على النقاط الأخيرة. أما المناقشات المستفيضة التي خضع لها مشروع الموازنة من قبل اللجان المختصة أدت إلى اتفاق لتخفيض حجم الإنفاق وكذلك العجز للحدود المقبولة من أجل الشروع في إقرارها، إنصافاً للشرائح الشعبية المتضررة من الحكومات السابقة ولإطلاق المشاريع الخدمية والتعليمية بالسرعة الممكنة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. عن تفاصيل هذا الملف نرحب سويا بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد، رئيس كتلة الآمال الوطنية النائب ياسر الحسيني، أهلا بكم سيادة النائب، وكذلك الترحيب بالخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني، أهلا بكم دكتور عبد الرحمن.
أبدأ معكم سيادة النائب، أين وصلت جدالات الموازنة التي تأخرت كثيرا؟ هل نتوقع التصويت عليها قريبا بحسب ما أشارت بعض المصادر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك وللسيد ضيفك الكريم وللسادة المشاهدين جميعا. حياك الله. حقيقة يعني جنابكم مطلعين والكثير من المواطنين متابعين لموضوعة الموازنة وما آلت إليه انعكاف اللجنة المالية باجتماعاتها المطولة، يعني لغرض يعني النظر بأبواب ومواد الموازنة. وحقيقة الأمر يعني تقريبا وصلتنا معلومة على أن قبل قليل تم التصويت داخل اللجنة المالية على بعض البنود، وأرجئ يعني البنود الأخرى إلى وقت آخر. على كل حال يعني دليل على أن وصلت إلى نهاياتها بقضية دراسة وتحليل ومحاولة تخفيض العجز ومحاولة حلحلة بعض النقاط الخلافية داخل الموازنة. نحن نرجو أن تكون يعني لا تهدر اللجنة المالية الأصوات التي طالبت وطالبت كثيرا في إنصاف محافظات الوسط والجنوب، نعم، لتمكين الحكومة من أداء برنامجها الحكومي في هذه المحافظات. وإذا ما أهدرت اللجنة المالية هذه الأصوات يعني نخشى بخشية كبيرة على أن نجاح البرنامج الحكومي بالمحافظات سيكون يعني بنسبة ضئيلة، وللأسف يعني على اعتبار شحة المياه وكثرة التفاقمات الموجودة من بنى خدمات وبنى تحتية وغيرها من احتياجات المواطنين في محافظات الوسط والجنوب أكثر وأكثر بكثير من باقي المحافظات العراق العزيزة. طيب لكن سيادة النائب، ليش بس المحافظات الشيعية في كل سنة تعترض على تخصيصاتها من هذه الموازنة؟ بقية الأطراف يعني دائما تمرر هذه الموازنة، لكن ليش المحافظات الشيعية فقط وتأخرت كثيرا هذه المرة؟ بالحقيقة دائما محافظات الشيعية والمحافظات الوسط والجنوب تسمى أم الولد، أم الولد هي المقدمة والمضحية. ولكن يعز علينا أن ننظر اليوم إلى واقع صحي مثلا متردي، كثرة الأمراض السرطانية في البصرة، أم الخير وأم النفط وأم اقتصاد البلد يعني من نفط وغيرها، وهي تتحمل زين. والمحافظات الأخرى اللي هي شكل شريحة المزارعين بها 60% ما انشملت بمشاريع روائية حقيقية لإنعاش هذا القطاع المهم اللي يرفد الاقتصاد البلد. وشاهدته ببركة السماء كان هنالك أمطار هذا الموسم، وأكو لطف إلهي اللي خلى الموسم ينجح يعني بهذا الشكل، اللي تقريبا 4 مليون طن يعني نحتاج بعد إلى 500,000 طن ويكفي يسد الغلة الغذائية لاحتياج البلد. هذا شيء جيد وشيء يبعث بالأمل، ولكن ما بعدها أن نشاهد المزارعين والفلاحين يهجرون أراضيهم ويصحروها ويهجرون إلى المدينة، وهذا التغيير الديموغرافي وهذا التغيير اللي خطير اللي يكلف الحكومة أكثر مما يكلفها لو رفدناهم بقنوات إروائية مغلقة وقنوات، وحتى لو مياه شرب، لو مياه إسالة للمزارعين لديمومة بقائهم في أراضيهم. هذا اللي ندعوه. طيب أهلا بك مرة أخرى دكتور عبد الرحمن، وسعي لجعل الموازنات تتطابق مع، لكن إذا مررت الموازنة في هذا الشهر يعني المتبقي من هذه السنة يمكن 7 أشهر، تعتقد هاي 7 أشهر دكتور عبد الرحمن هي كافية للحكومة حتى تنفذ مشاريعها؟ شكرا جزيلا أستاذ، تحياتي لحضرتك ولسعادة النائب الأخ العزيز والصديق أستاذ ياسر الحسيني وإلى كل المشاهدين الأكارم. الحقيقة يعني هذا التأخر يعني ربما وجدنا له مبررات، إنه تشكيل الحكومة، عادة النظر أكثر من مرة بمشروع الموازنة، إضافة الدرجات، إضافة التخصيصات. عموما هي وصلت متأخرة إلى مجلس النواب. مجلس النواب منذ اللحظة الأولى منذ استلام النسخة الأولية للموازنة أنا شخصيا يعني
مو اعتقد وانما مؤمن انه هي تحتاج للمناقشه اكثر من 45 يوم، وهذا السياق اصبح دارج في كل الاشهر. عموما احنا وصلنا الى مرحله النهايات، يعني اذا ما اقرت يعني خلال الاسبوع القادم انا اعتقد نحتاج بعد على الاقل شهر او اكثر من شهر بقليل، يعني حتى تصدر بالجريده الرسميه، حتى تصدر التعليمات. فالمتبقي من العام سته اشهر وليس سبعه اشهر، نصف سنه. فهذه غير كافية للبدء بالمشاريع، يعني لأنه حتى يتم الإعلان عن المشاريع والمناقصات وتقديم العطاءات نحن نكون بالتاسع. لذلك أنا واحد من الأشخاص الداعين والمؤيدين لأن تكون الموازنة مو سنة واحدة، مو سنوية، تكون أكثر من سنة، يعني سنتين وثلاثة سنوات. وبالمناسبة هذه الموازنة ليست ثلاثية وإنما سنتين، المتبقي سنتين، حتى تستمر الصرف يعني اكو هناك موافقه مبدئيه من المجلس النواب للحكومه بالاستمرار بالصرف على المشاريع طالما هناك لها تخصيصات بالموازنه. طيب. وهذه انا اما ان كانت سنويه فانا اعتقد انه لا، يعني فقط هدرنا وقت في مناقشه بنود كثيره من الموازنه. طيب. لانه النفقات التشغيليه سائله هذا الموضوع. نعم. فعلا نشاهد في بغداد وعدد من المحافظات دكتور، نعم، عدد من المشاريع كمجسرات واكساء ومشاريع خدميه كثيره. نعم. كيف تمكنت الحكومه من الانطلاق بهذه المشاريع دون وجود موازنه؟ يعني انا اعتقد انه المتبقي من قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي اللي اقر في الشهر السابع من العام الماضي كانت هناك تخصيصات بحدود 7 تريليون. نعم. يمكن يصحح لي سعاده النائب هذا الرقم، 7 تريليون كانت مؤجله الى عام 23، يعني ال 25 تريليون ما كانت كلها مخصصه للصرف في عام 22. واعتقد ايضا هناك مبالغ لم يتم صرفها على مشاريع خدميه، وضمن ايضا كان الطرق وبعض الخدمات اللي ممكن ان تقدم للمواطنين. فالحكومه انا اعتقد انه تصرف بناء على ما اقر في قانون الدعم الطارئ. نعم. أعود لك سيادة النائب، بحسب معلوماتكم ما هي أبرز التعديلات اللي ممكن تجريها اللجنة المالية في البرلمان؟ هل ممكن أن تنصف محافظات الوسط والجنوب التي غبنت بشكل كبير في هذه الموازنة ربما بهذا القانون أو هذا النص وحتى الموازنات السابقة؟ يعني سيد الفاضل للأسف يعني التعديلات، كل التعديلات كانت تصب بتقليص نسبة العجز، ومن المبالغ ومن المصروفات الحاكمة اللي هي يعني تعتبر ثوابت الموازنة، يعني محاولين جهد الإمكان تقليص من هذه المبالغ لكي تكون هنالك أريحية وقلة يعني قلة تخصيصات إلى جانب الموازنة الثابتة مثل ما ذكرنا. ولكن القضية كالآتي، يعني هي إنصاف المحافظات أن لا يكون توزيع نسبة أو تخصيص الموازنة على النسبة السكانية مثل ما جرت العادة سابقا بهذا الموضوع، وأن يكون على نسبة الحاجة، حاجة المحافظات الفعلية لكن إذا تسمح لي قاطعك سيادة النائب، إذا نتحدث عن الحاجة، مو أكو محافظات مدمرة من الإرهاب شمالية وغربية هي بحاجة يمكن أكثر لزيادة تخصيصاتها؟ سيدي الفاضل، صندوق إعمار المناطق المحررة وصناديق الأخرى كفيلة بهذا الشيء وقامت بدورها بشكل واضح، ولا تزال المناطق ويمكن صور خير متحدث عن المناطق الأخرى بكثير من الخدمات والبنى التحتية والنهوض بواقعها بمستوى عالي. نعم. فأصبحت مناطقنا لا تزال اليوم في باب الحلة مجرد يعني أمطار بسيطة مرت بها غرقت تقريبا ثلثين مدينة الحلة. هذا مؤشر خطير، وهي لا تتمتع بالمجاري بنسبة 3.5%. ماكو اليوم احنا بال 2023 ونسبة مجاري ما موجود، خدمات الصرف الصحي ما موجودة بنسبة 3.5% بهذه الموازنات اللي مرت، وهذه الموازنة اللي يريد نقرها تخلو من هذا الأمر. هذا مؤشر خطير. اليوم نباوع مستشفيات البصرة ومستشفيات الناصرية والسماوة، ومؤشر محافظة، مؤشر وزارة التخطيط يشير على أن الديوانية هي الأكثر تضررا بالعراق، وتليها بابل، تليها ديالة، تليها السماوة. هاي محافظاتنا يعني حقيقة.
من نعم. اجي اطلع على الصناديق الخاصه اجدها لخمس محافظات غربيه، تلقاها خمس محافظات تريليون و155 عفوا و550 مليار، ولتسع محافظات 286. احنا اذا ما اهدرت اللجنه الماليه هذه الاصوات المطالبه بتعديل هذه النسب، بالمناسبه مقارنه بمحافظات الاقليم، نعم اقليم كردستان يقال حسب روايه الساده من الاقليم يقال ان النسبه المتفق عليها داخل اداره الدوله هو 12.5%، يعني 25 تريليون لثلاث محافظات سكانهم، كل الثلاث محافظات سكانهم يضاهي سكان او ادنى من سكان البصره، واليوم البصره ما شملت بهذا بعشر معشار هذا المبلغ، يعني هذا القسمه اللي موجوده لابد من تعديلها قبل المضي للتصويت. تسمح لي اليوم ما يعني أضيف. ماكو اضطرار حقيقه، نريد ان ننهض بحكومه تنهض ببرنامجها الحكومي، لان المواطن يعاني وين وشابنا يعاني، الشاب يامل بهذه الموازنه خيرا. اليوم حتى الشباب الخريجين وغيرهم وحتى الموظفين وحتى المتقاعدين وكل الشرائح المجتمع تامل بالموازنه خير، ولكن الموازنه اذا بمعطيات حقيقه مخيفه وتخدم محافظات. واليوم احد سياسيين الاقليم يقول احنا والله ما نحتاج الموازنه الا لامور كماليه. عزيزي امور كماليه، انت ابن البلد، انت ابن العراق لو ابن الدوله جاره، اذا ابن العراق فعندي محافظات احوال. وموجه تاخير بالرواتب لمواطني وموظفي الاقليم وغيرها. أعود لك دكتور عبد الرحمن، أعتقد عندك مداخلة. نعم. عن الكلام. شكرا جزيلا. طبعا أنا الحقيقة درست الموازنة، ويعني هذه ليست المرة الأولى، أنا من 2004 أدرس الموازنات وأعد تقارير تفصيلية عنها. نعم. ودرست النسب المخصصة للمحافظات. الحقيقة إحنا يفترض عندنا مؤشران اثنان يتم اعتمادهم في تبويب الموازنة وتوزيعها على المحافظات، السكان والمحرومية. المحرومية على أي أساس؟ أساس السكان، حجم السكان. نعم. ونسبة السكان لكل محافظة، والمحرومية اللي هي معناتها الفقر اللي نعني به. نعم. طبعا الفقر ما اشتغلوا عليه كل السنوات السابقة. في هذه الموازنة تجد هناك يعني لا اشتغلوا على نسبة الفقر ولا اشتغلوا على النسبة السكانية؟ لا، حتى هذه الموازنة ما كانت على النسبة السكانية. من تجي تشوف مثلا ناخذ بغداد، بغداد تشكل 10% من حجم السكان، التخصيصات اقل من 1% من التخصيصات الاستثماريه. ما اشار له سعاده النائب صحيح، يعني التخصيصات الاستثماريه للمحافظات مع الاقليم تقريبا 7430 او 7450 تريليون، 7 تريليون. حصه الاقليم 2.5 منها. حصة الإقليم اللي هي ثلاث محافظات 16% السكان منها، لكن تأخذ 2.5 تقريبا 25% من التخصصات الاستثمارية. باقي المحافظات كلها بالأربعة وتسعمائة أو 4800 تريليون. يعني فنشوف الفروقات كبيرة، يعني ما تنسجم لا مع حجم السكان ولا مع حجم المحرومية. فأنا أعتقد أنه هذه كان من الضروري جدا على الأقل يعني اعتماد على حجم السكان، يعني فعلا المناطق الجنوبيه متضرره جدا عندما نتحدث عن السماوة ومع مستوى الفقر فيها. تقارير وزاره التخطيط، يعني مو انا قد اكون مختلف معها، 52% درجه الفقر بالسماوة، لا 48 بذي قار، اعتقد 44 في الديوانيه، وهكذا باقي المناطق. فانا اعتقد طيب انه حتى نعالج هذه المشكله يجب ان يعاد طيب النظر في ممكن قضيه البترودولار، ممكن نتعالج نسبه من هذه المشكله دكتور عبد الرحمن؟ هو عندنا اثنين امرين يعني ممكن نعالج بها المشكله، البترودولار والمشكله البترودولار بتلكؤ من سنوات سابقه. يعني صح هناك تخصيصات للبترودولار، طبعا النسبه قليله، يعني انا اعتقد 2.5 تريليون قليله على البترودولار، يعني لا هي 5% مثل ما كان مقر سابقا ولا 5 دولار عن كل برميل. حتى ممكن ان تكون الايرادات المتحققه للمحافظات المتضرره، شوف راح اسميها متضرره، لان المحافظات اللي تنتج النفط متضرره نتيجه اولا التلوث البيئي اللي يحصل نتيجة حرق الغاز، وطبعا مو بس حرق الغاز وإنما النفط الفائض في بعض الأحيان يعني يترك على الأرض. والأمر الآخر أنه إحنا استولينا على الأراضي الزراعية اللي هي كانت مصدر رزق للفلاحين الكثير، ومنحناها للشركات وذهبوا الفلاحين إلى مناطق أخرى، فيفترض أن يتم تعويضهم.
فهذه المحافظات المتضررة يجب أن يكون تخصيصات البترودولار يعني حتى الأربعة تريليون اللي طالبون بها قليلة في هذا الأمر. الأمر الآخر أنا أعول كثيرا على البرامج الخاصة اللي يتبناها السيد رئيس الوزراء في يعني برامج خاصة معنية ربما في بعض صناديق ربما في بعض التخصيصات للاهتمام بهذه المحافظات أن يخصص جزء كبير منها لبناء المستشفيات للمدارس لشبكات الصرف الصحي اللي هي الخدمات. لكن دكتور شنو المفارق يعني محافظات منتجة للنفط وبقية محافظات المحافظات نسبة سكانها عالية تعاني من فقر شديد وسوء كبير بالخدمات، شلون يعني الحكومة والجهات المعنية والبرلمان يدور حلول لإنصافها أو رفع مستواها المعايشي وهي الأكثر غنى؟ يعني أنا إذا تسألني أنا راح أجاوب جواب مختلف تماماً. يعني المشكلة ليس مع الحكومة، أولاً هذه المحافظات لديها نواب وممثلين في البرلمان وفي اللجنة المالية وفي اللجنة الاقتصادية، ويفترض أنه تكون لهم وقفة باتجاه زيادة تخصيصاتهم يعني المخصصة لمحافظاتهم. يعني بالبرلمان يجب أن يكونوا ممثلي محافظة مو ممثلي كتل سياسية. أنا أعتقد أن الموازنة راح يغلب عليها الطابع السياسي وتمرر سياسيا أكثر ما تمرر من نواب المحافظات، لأن ككل موازنات يعني العراق إذا نتحدث عن البصرة بها 25 نائب، بيقار بها 18 نائب، العمارة أعتقد بها 12 نائب، المثنى 8 نواب، الديوانية 12 نائب. أنا أعتقد أن يشكلون ثقل كبير ممكن أن يعطلون تبرير مشروع الموازنة، وأنا لست أدعو إلى تعطيل بقدر ما أدعو إلى تعديل وتكييف هذه لا لكن أكو أطراف يمكن أعود دعني أعود إلى أن سيادة النائب أستاذ ياسر أكو جهات كانت تحاول تعطل هذه الموازنة، وماذا عن نواب المحافظات الوسط والجنوب يعني في سبيل تمرير هذه الموازنة وسلاسة إجراء يعني هذه العملية السياسية حتى تمشي، ممكن أن يتنازل النائب عن محافظة أو حقوق محافظته؟ بالحقيقة كانت أكو هنالك ضغوط ببادئ الأمر، والكل طلع عليها وشاف مدى الضغوط لغرض يعني كسب أكثر يعني أريحية داخل الموازنة لمحافظاتهم. هذا الضغط السياسي كان ضغط واضح وضغط من المحافظات الغربية بهذا الاتجاه. أما نواب الوسط والجنوب لابد أن ينسلخون، وأنا هذه رسالة أبعثها لكل نوابنا اللي موجودين بالكتل السياسية والمستقلين وغيرهم، أدعوهم أن ينسلخون من كتلهم السياسية وينتمون إلى محافظاتهم المنكوبة. باكر يعني نعير بهذه المحافظات إذا ما أقرت موازنة يعني مجحفة بحق محافظاتنا وغير منصفة لمحافظاتنا، احنا اللي نعير مو للكتل السياسية ولا غيرها. أنا مع الدكتور عبد الرحمن بقضية ان الموازنة ستمرر سياسيا ولا تمرر فنيا. نعم هي الموازنة كذلك ستمرر بهذا الاتجاه اذا ما عدلت وانصفت اللجنة المالية ولم تهدر هذه الاصوات المطالبة كثير من جمعنا تواقيع وكثير من الحالات اللي صارت داخل هذه الفترة فترة الموازنة والاطلاع على أبوابها. احنا طالبنا ولازلنا نطالب بهذا الجانب وعلينا الصوت داخل مجلس النواب. طيب لكن ما وصلتم إلى اتفاق مع اللجنة المالية، ماذا عن مناقلات في الأموال؟ هل تم التوصل لصيغة ما بين اللجنة المالية ونواب محافظات الوسط والجنوب ومحافظين هذه المحافظات اللي كان هناك اجتماعات يمكن مع أعضاء اللجنة المالية، ألم يتم رفع تخصيصات المحافظات باعتبارها نقطة كانت الأكثر جدلا أو اعتراض من قبل نواب هذه المحافظات ومحافظيها، خصوصا الموازنة الثلاثية سيادة النائب؟ يمكن أن يكون حجم الاعتراض أقل بعد هذه الاجتماعات والتعديلات؟ سيد الفاضل، الطابع السياسي على هاي الاجتماعات هو كان الأغلب وهو كان السيد المشهد، ولذلك احنا لازلنا نحذر من هذا الامر ان لا يكون يتعامل مع المحافظات بالطابع السياسي اللي راح نذهب لاقرار الموازنه باتجاهه. انا اليوم ما ملزم ان اكون لغرض مصلحه سياسيه معينه انطي مبالغ انتاج ال 400 الف برميل
من قبل الإقليم مساوية لمبالغ إنتاج وكلفة إنتاج 3,100,000 برميل من البصرة. هذا التفاوت به بهكذا نفط الإقليم مو أكو اتفاق أنه يسلم إلى شركة سومو أو عائداته تسلم إلى شركة سومو؟ يعني تسلم ولكن الصرف تكون يعني بصلاحية وبيد رئيس الحكومة بالإقليم. يستقطع من حصتهم ونسبتهم بهذه الموازنة؟ يعني من المقرر، ولكن كل موازنة كانت عندنا أن هم يسددون ما عليهم، وبعدين بعد الموازنة بعد إقرار الموازنة يتنصلون ويبدون بالنوح وإعلاء الصوت بأن حكومة المركز قطعت رواتب المواطنين ويكيلون بهذا الأمر. يعني هذا دائما ما شاهدناه بكل الموازنات السابقة، وقيراط واحد أو سنت واحد من الواردات هم ما سددوا للحكومة الاتحادية من يعني بعد سقوط النظام إلى اليوم. رئيس كتلة الآمال النيابية الوطنية النائب ياسر الحسيني، كنت ضيفا كريما، شكرا لكم سيادة النائب، وكذلك الشكر الجزيل لكم الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني، كنت ضيفا كريما، شكرا لكم دكتور. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم بالصوت والصورة من بغداد، معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة المهندس سليم العتابي. أهلا بكم سيد سليم. أهلا وسهلا. بداية يعني عاد الحديث عن مخاطر الجفاف ونسبة الجفاف الكبيرة، لكن أنت مختص وفي هيئة مختصة بهذا الموضوع، ما مدى خطورة موضوع الجفاف وحقيقة الجفاف وتأثيراته على العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني يمر البلد للسنة الرابعة بهذه الظروف، ظروف المناخية والتغيرات المناخية، والتي أدت في السنوات الثلاث السابقة إلى انحباس الأمطار، وكان نتيجتها أنه قلة الخزين داخل سدودنا وخزاناتنا. فهذه الأمور يعني كانت واضحة لهذه السنة. احنا هناك خلال هذه السنه كانت هناك فترات سقوط امطار ساعدتنا على اتمام الخطه الزراعيه الشتويه، لكن احنا امام خزين معين، احنا راح نكون هناك خطه تقوم بها وزاره الموارد المائيه خلال هذه الايام او خلال هذا الفتره الصيف القادم، تكون اساسها هو تامين المياه الخام للاسالات، يعني مياه الشرب والاحتياجات العامه. فاحنا هذه الامور أن تدار هذه الأمور من خلال المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، تضع هذه الخطة وتنفذ من قبل هيئتنا الهيئة العامة لتشغيل مشاريع صيانة ومشاريع نهر دجلة، اللي هي معنية بتشغيل نهر دجلة ونهر الفرات من خلال مديريات الموارد المائية اللي منتشرة على في جميع محافظاتنا. طيب لكن أستاذ سليم، يعني مؤشرات الجفاف الحالية التي تضرب دجلة والفرات أيضا، يمكن مو فقط في العراق، كل العالم، لكن في العراق لأي درجة تهدد الحياة واستمرار جريان الأنهار؟ العفو أستاذنا، أنه إحنا الهدف الأساس لعمل وزارة الموارد المائية هو توفير مياه الشرب، وبعد ذلك تأتي يعني حسب ما مخزون وبالتنسيق مع وزارة الزراعة أنه نضع خطط، إذا كانت الخطة الشتوية إذا الخطة الصيفية. الهدف الأول لوزارة الموارد المائية في ضوء الخزين الحالي اللي موجود عندنا، احنا وضعنا خطة يعني انه نأمن مياه الشرب ونصل الى بداية الموسم الشتوي. هذه الخطة اللي حاليا احنا واضعينها مؤمنة بحسب المياه، مياه الشرب مؤمنة بحسب هذه الخطة ان شاء الله. مياه الشرب مؤمنة لبداية الموسم
الشتوي القادم إن شاء الله. وزارة الموارد المائية أكدت أنه تم تخزين كميات كبيرة في خزانات العراق يعني بعد زيادة الإطلاقات المائية اللي قامت بها تركيا بعد التفاهمات ما بين الحكومة العراقية والحكومة التركية، لكن هذه الإطلاقات التي زادت بالفترة الأخيرة ويمكن مدة شهر خزن العراق كميات كافية مو فقط لمياه الشرب، يعني قضايا زراعة وغيرها. احنا العفو خلال هذه الفترة الماضية اللي كانت اكو هناك بعض الواردات الجيدة على في نهر دجلة بالذات يعني لا. واللي قدرنا نخزنها في سد الموصل اضافة الى ساقط المطري، احنا قدرنا نخزن هذه الكميات داخل سد الموصل. احنا هذه الكميات راح تساعدنا يعني للفترة القادمة، يعني وضع نهر دجلة يكون هو حاليا أفضل من نهر الفرات، لكن هناك إجراءات أيضا نأمن مياه إلى نهر الفرات أيضا من خلال ما موجود عندنا من كميات لنعبر بالمرحلة القادمة إن شاء الله. طيب خلنا نحكي على مياه الشرب اختصاصكم، هل هي مؤمنة بشكل كامل؟ هناك بعض المناطق من الآن مع ازدياد درجات الحرارة انقطعت عنها مياه الشرب، بعض المناطق تشهد ضعف بوصول المياه مياه الشرب إلها. حقيقة احنا وزارتنا معنية بأنه تأمن المياه الخام لمحطات الإسالة، وهذا هناك جهود كبيرة جاي تبذلها الوزارة في كل المحافظات، وتعرف أكثر تضرر هي محافظات الذنائب النهر يعني أن خاصة المحافظات الجنوبية، فهناك إجراءات قامت بها الوزارة بإيصال المياه لآخر نقطة يعني بالتنسيق مع الإدارات المحلية في المحافظات لا. ومن خلال جهد مكثف سوف نعمل قنوات لإيصال المياه إلى محطات الإسالة، وإن شاء الله هذه الخطط معدة وجاي نجري جار العمل بها. طيب بغداد قبل يعني فترة استضافت هذا المؤتمر الدولي لتعضيد التعاون في الملف المائي، حتى حضرت وشاركت بالأمم المتحدة ويونامي وكذلك تركيا، لكن مخرجات هذا المؤتمر هل ترجمت إلى أرض الواقع سيد سليم أم أنها أهملت؟ حقيقة احنا عندنا هناك أكثر من توصية أو مخرجة للمؤتمر، من أهمها واللي ركز عليها هي تفعيل التنسيق مع الدول المتشاطئة. حقيقة يمكن واضح لحضراتكم الوفود اللي وصلت وخاصة وفود الدول المتشاطئة يعني وفد الجمهورية الإسلامية وفد الجمهورية السورية، وأيضا هناك كان وفد فني لتركيا. احنا هناك توجهات ان شاء الله خلال الايام القادمه انه تقوم وفود فنيه من العراق او ومشاركه وفد فني من وزاره الموارد المائيه الى زياره هذه الدول، وان شاء الله نبدي مراحل لتعميق الخطوات باتجاه الوصول الى اتفاقيات ملزمه. طيب على ذكرك للدول المتشاطئه، يعني حاله انكماش الكبيره بالاطلاقات المائيه مقابلها، هل يمكن ان يتجه العراق الى مناشدات ممكن أن تكفل حقوق الدول المتشاطئة، مناشدات إلى المنظمات الأممية أو غيرها؟ لا احنا نعم استاذ، احنا بدينا بخطوات مع الدول نفسها يعني لا. وتمثلت يعني خلال زيارات اللي قام بها فخامة رئيس الجمهورية وزيارات اللي قام بها دولة رئيس الوزراء إلى هذه الدول، وأيضا زيارة معالي وزير الموارد المائية، فإن شاء الله وفودنا راح تطلع إلى هذه الدول، فإن شاء الله نتأمل أنه نمضي مع الدول المتشاطئة إلى خطوات أفضل ونحقق اللي نريده من حصص مائية للعراق. طيب يعني مشاكل يمكن المناخ وحرارة الجو الصيف اللاهب وغيرها إضافة إلى الإطلاقات المائية وتقليصها من قبل الدول المنبع، هناك مشكلة أخرى يمكن طرق الري من قبل المزارعين العراقيين. سيد سليم، هل عمقت هذه الطرق التقليدية من أزمة الجفاف؟ كيف ممكن للوزارة وزارة الموارد المائية أن تتجاوزها المشكلة محليا واللي ناتجة أغلبها عن غياب التدابير العلمية؟ والله حقيقة يعني احنا الطرق استخدام الري التقنيات الري الحديثة احدى النقاط اللي اشار لها دولة رئيس الوزراء خلال كلمته في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، انه لابد من المضي بهذه الاجراءات بانه يتبنى الفلاحين استخدام تكنولوجيات الري الحديثة في اعمال الري.
فيما يخص عملية الري. أيضا إحنا كوزارة موارد مائية أيضا عندنا خطوات باتجاه الري المغلق، يعني هذه راح تقلل مثل ما تفضلت، تقلل من التبخر وتقلل من الضائعات المياه. طيب، خطورة انخفاض مصادر المياه بشكل عام سيد سليم ممكن أن تتجلى وتصل إلى مرحلة التأثير حتى على الأمن الغذائي للبلاد؟ احنا حاليا يعني نعمل يعني كوزاره موارد مائيه لدينا خزين في سدودنا وخزاناتنا، عملنا خطه توصلنا الى بدايه الموسم الشتوي، ونتامل ان هناك واردات وتغير بالمناخ. هذه الخطوات احنا مثل ما تحدثت في بدايه الحديث انه اهمها هي تامين مياه الشرب للمستخدمين، وايضا تامين يعني الاستخدامات العامه البستنه وغيرها. هذا هدفنا الرئيسي، وهذا الخطه موضوعه من قبل وزاره الموارد المائيه وماضين بها ان شاء الله. طيب، اذا تمكنتم من تامينها هذه السنه الى الموسم الشتوي القادم وكذلك الموسم البعده والبعده، لكن عندكم خطط طويله الامد تصل الى سنوات لتامين المياه، مياه الشرب او السقي او يعني المياه ضروره لكل البيئه العراقيه. احنا اللي يرد الى خزاناتنا هي الواردات اللي تردنا من دول الجوار، وايضا ما تساقط المطر ضمن حوض الروافد داخل بلدنا. فاحنا ماضين بهذه سعينا مع الدول المتشاطئه للوصول الى اتفاقيات ملزمه. ايضا فيما يرد خلال الموسم الشتوي وما نتامله هو انه تكون هناك سنه رطبه نحصل منها واردات، نامن بها خزاناتنا ونمضي بخططنا بخطط توزيع وتامين اذا كانت خطط زراعيه بالاتفاق مع وزاره الزراعه بالاضافه الى استخدامات المياه الشرب. طيب، ممكن يعني اكو علاجات سريعه على الاقل او حتى علاجات بحاجه الى امد طويل للعمل عليها، شنو ابرز الحلول اللي شخصتوها او تعملون عليها انتم كهيئتكم او كوزاره الموارد المائيه بشكل عام لتامين المياه يعني سنوات طويله للبلاد؟ احنا يعني الخطوات كوزاره موارد مائيه لغرض تقليل الضائعات لهذه والاستخدام الامثل للمياه انه عمل نظام الري المغلق، يعني بدلا من الري المفتوح خاصه للمشاريع اللي نقدر نسويها يعني ونعملها حتى نقلل الضائعات. ايضا هناك مشاريع تبطين الجداول باللحاف الخرساني، وان شاء الله انه احنا نتعاون مع وزاره الزراعه باستخدام تقنيات الري الحديث في اعمال الري، هذه كلها تساعد بتقليل الضائعات والمضي باستخدام الامثل للمياه. طيب، المزارع العراقي حتى الان مصر، يبدو انه مصر على استخدام طرق الري القديمه وهي الري سيحا لمزارعه واراضيه، وهي تسبب هدر كبير بمياه الانهار في العراق. ممكن الجهات المختصه ان تجبر الفلاح العراقي المزارعين على استخدام طرق الري الحديثة بالتنقيط أو الرش لتقليل أو استخدام أمثل لهذه المياه؟ والله حقيقة هي احنا من ضمن مخرجات المؤتمر والطروحات اللي حدثت بالمؤتمر انه التثقيف لجميع مستخدمي المياه، انه نوصل الى 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 انه ترشيد استهلاكات المياه والإدارة الصحيحة للمياه، وهذا تتأتى من جميع المحاور، مو فقط وزارة الموارد المائية، انما من جميع الحكومات المحليه والوزارات، بالاضافه الى دور الاعلام بهذا الموضوع. ايضا نوصل الى انه استخدام الرشيد للمياه من خلال استخدام تقنيات الري الحديثه وفوائدها، وشلون راح احنا نحافظ على مياهنا وثرواتنا الطبيعيه. ايضا ما نقوم به وزارتنا من خطوات بهذا الاتجاه من خلال ما الاتجاه الى نظام الري المغلق، كلها خطوات راح تساعد ايضا بهذا الموضوع. والاهم من عنده هو انه المستخدم المياه يوصل الى حاله انه يوصل الى حاله الاستخدام الرشيد للمياه من خلال انه هذه المياه ليست سهله، يعني حقيقه الكميات المياه اللي عندنا واللي متوفره عندنا احنا جاي نعمل بدقه وبحرص من خلال كوادرنا اللي منتشره على عمودي نهر دجله والفرات لنمنع التجاوزات. يعني احنا اهم نقطه هي منع التجاوزات على النهر والاستخدام الصحيح للمياه، انه لازم انه انا مثل ما افكر انه الماء اللي يمر مني يعني هو استخدامي، لازم افكر اللي ياتي بعدي. هذه امور مهمه انه لازم توصل لجميع الناس وجميع المواطنين في جميع المحافظات. طيب، يعني قبل فتره كان عندكم حمله لرفع هذه التجاوزات والتعامل معها ومحاسبه المتجاوزين على
ضفاف الأنهار واستخدام هذه المياه مياه الأنهار بطرق غير اقتصادية أو علمية، منع هذه التجاوزات، رفعها، التثقيف يعني المزارعين وغيرهم على استخدام أمثل لهذه المياه ونظرا لأهميتها، ممكن أن يحل جزء من هذه المشكلة ويوفر نسبة كبيرة من المياه إلى العراق؟ أكيد أكيد، يعني احنا اليوم من خلال منبركم يعني احنا ندعو جميع مواطنينا يعني انه هذه التجاوزات، هناك حملة كبيرة جاي تقوم بها وزارة الموارد المائية برفع التجاوزات على مقاطع لنا، هذه يعني هذا التجاوز انه لابد ان ننظر الى هذا الموضوع بمنظار مهم. ايضا هناك الملوثات اللي ترمى الى داخل النهر، تعرف هو مناسيب النهر قليلة وترمى ملوثات الى النهر، هذا ما تسببه من امراض، ذلك الى ان هناك التوسع في البحيرات، بحيرات الاسماك الغير مجازه، هاي كل الحمله حاليا الوزاره بدات بحمله كبيره لرفع هذه التجاوزات، انه راح نقلل من الاستهلاكات اللي موجوده وحاول انه نامن الحصص المائيه ما بين المحافظات. طيب، تركيا ابرز متهم في قضيه تعطيش العراق ومحاربه سكانه بشريان الحياه وهو المياه وتقليص إطلاقاتها المائية، كيف يمكن للعراق التعامل مع تركيا بهذا الجانب؟ يعني لا دبلوماسية فادت، لا شكاوى بالأمم المتحدة فادت، أكو طريقة ممكن للعراق أن يضغط على تركيا حتى يصل إلى حل لملف المياه؟ كانت هناك زيارة لدولة رئيس الوزراء لتركيا، وصول الفريق الفني، عقدنا اجتماع في مركز الوزارة، كان هناك يعني تباحث لكثير من الفقرات، وايضا قاموا بالزياره الى منظومه سدة الهنديه وشرحنا لهم وضع المياه خاصه في نهر الفرات. لا. ايضا تم تشكيل فريق فني، ان شاء الله احنا بصدد انه نقوم بزياره الى تركيا لغرض استكمال ما تباحثنا فيه في بغداد، ونصل ان شاء الله الى خطوات جديه بهذا الموضوع. طيب، لبستم من الجانب التركي ايجابيه بالتعامل لحل مشكله ازمه المياه الموجوده في العراق؟ اكو تعاون من الاتراك؟ احنا طلبهم انه نكون تبادل بعض المعلومات بيننا وبينهم، نصب محطات رصد على الانهر المشتركه، انه صار اتفاق انه يتحدد موعد ان شاء الله الشهر القادم انه تكون نمضي بهذه زياره الفريق الفني. طيب، بعد زيارة رئيس الوزراء إلى تركيا، يعني تركيا فتحت المياه وزادت هذه الإطلاقات يمكن مدة شهر واحد، وزارة الموارد المائية تمكنت من تخزين جزء كبير من هذه المياه لتأمين مياه الشرب والسقي ونسبة لا بأس بها في الأنهار، ماذا عن السنوات الباقية؟ ألم يتم التوصل إلى حل نهائي؟ ممكن أن يتم التوصل إلى حل نهائي لأزمة المياه والاتفاق على نسبة إطلاقات على الأقل مرضية للعراق؟ حقيقة هي يعني الحكومة أول ما بلشت يعني هذا اعتبرته من أهم الأولويات عملها. نعم. يعني أنه هناك كانت زيارة إلى تركيا من قبل دورة رئيس الوزراء وزيارات اللي قام بها فخامة رئيس الجمهورية، هذه بالإضافة إلى وصول الفريق الفني وحركتنا، إحنا هدفنا هو هذا، هدفنا أنه نوصل إلى اتفاقيات ملزمة مع جارة تركيا لغرض انه نحصل الى الكميات المطلوبه وحصص حصه العراق الثابته. نعم. طيب، هناك حديث عن خطوره انخفاض مصادر المياه تتجلى بتاثيرها المباشر على الامن الغذائي، وان ازمه المياه في العراق سببها تركيا، وهناك مطالبات بعدم تجاهل ويعني التجاهل خصوصا الجارة تركيا، وحتى هناك تأثيرات ربما من الجارة إيران. الحكومة عندها خطط للضغط على الأقل على تركيا، هناك الكثير من الملفات يمكن سيد سالم مشتركة ما بين العراق وتركيا والجمهورية الإسلامية، ممكن للعراق أن يضغط بجانب اقتصادي، من جانب تجاري، من الجانب النفطي السياسي، عدا اللجوء إلى المنظمات الدولية؟ حقيقة يعني الفترة الأخيرة يعني التجاوب اللي حصل يعني من قبل الجمهورية الإسلامية وآخرها زيارة فخامة رئيس الوزراء، العفو، فخامة رئيس الجمهورية إلى الجمهورية الإسلامية، وصول وفد رفيع المستوى ومشاركته بالمؤتمر برئاسة وزير الطاقة الإيراني، وهناك خطوات إيجابية من الجانب الإيراني بهذا الموضوع، يعني لم نمسها في الفترة السابقة، هذه كلها إن شاء الله مؤشرات جيدة.
أما للجانب التركي فإنه إطلاقاتهم لكميات المياه اللي حصلت بعد زيارة الوفد العراقي هي إحنا هم نقدر نقول إنها مؤشرات جيدة وماضين إحنا يعني بزيارتنا إن شاء الله خلال الشهر القادم من خلال الفريق الفني لنصل ونجد مدى جدية هذه الاتفاقية أو الوصول إلى المراحل المتقدمة بي. معاون مدير الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة المهندس سليم العتابي، كنت ضيفا كريما علينا، شكرا لك أستاذ سليم، والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكريم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.